بلش بصفات برج الأسد. برج الأسد وتعملي لنا هيك تفريقة بيناتهم اللي ببلشوا بشهر 7 وببلشوا بشهر 8. لا لا هن نفس الشيء حبيبتي ما ببلشوا بس هي فقط على الحافة يعني جماعة 21 22 23 24 خليني أقول آخر من البرج الأبل أو مثلا من 20 ل 24 آخر تكي أكيد من العذراء. هلا أكيد هي أوضح الصفات دائما بتكون للعشرية الثانية يعني من واحد لعشرة بالنص بتكون أوضح الصفات على كل الأحوال. واحد ثمانية إيه من واحد ثمانية عم بحكي لأ بس لكل الأبراج دائما العشرية الثانية هي الأكثر وضوحا في الصفات. لا بس أنا برأيي برج الأسد من وقت ما بيولد بأي يوم مبين يعني عم ولول عرفتي ما بتعذبي كتير لا تتعرفي عليه يعني أيا كان عشريته. هلا أنا بدي حذره من أي أمر يقيد حريته ابتداء من المرأة وانتهاء بالعمل يعني الأمور وقت ما بتجي على مرأه بيتركه فبدي حذره من أنه يدخل بشغلة ما نجاي على مرأه أو مغصوب عليها. بدي حذره من أي أمر لا يسبب له الظهور يعني ضولوا عم تصوروا لي مولود برج الأسد وضولوا عم تدللوه وضولوا مضويين عليه يعني حاطين بطريقة ما إضاءة من وقت ما بيكون طفل بالروضة على فكرة نور عندها طفل مواليد برج الأسد فهو روح قلبه يتصور بس هو مو يعني بيصوروه بالروضة رايح بهذا الاتجاه أكيد. بدي حذره من عدم الوفاء لأنه هو شخص يعطي ثقته للآخرين بطريقة يعني ما بيشكك فيها فبيزعلوا وقت اللي بخيب أملهم من كتر ما بيكونوا معطائين ضمن هاي القصة. هلا هو بيحب الأشخاص المرحين المشرقين الكرماء يحب الناجحين الواثقين من أنفسهم بيحب الناس اللي بيملكوا أفكار مبدعة بيحبوا السفر مثلا الناس اللي بيحبوا السفر بيحبوا الحيوانات جدا يعني خاصة الخيل مثلا الفرس بيحبوا الأشخاص اللي لهم علاقة بالتغيير عموما ما لهم خلق يضلوا على نفس السيستم لأنه بيكرهوا مثلا أنه يمشوا على نفس الروتين بيكرهوا الأشخاص اللي بياخدوا وما بيعطوا. طبعاً هو من الكائنات الأشد كرماً في الحياة لذلك يا نور لازم تعلمي يدخر شوي نعلمه شوي يدخر من هلأ على صغر. لا أنا بقول إنه قطعاً في شيء اسمه تعلم يعني نعلمه فعلياً الأشياء اللي نحن مو حلوة أو لا تناسب هذا العصر. ما هي الكرم كان كتير حلو من 40-50 سنة كنت تلاقي شغلة مهمة إنه العقيد هو الكريم أو كذا. هلأ كتير صعبة روحي. بيكره الأشخاص اللي بيكرهوا المرح الدعابة الحركة بيكره طبعاً بالقطع الكذابين والمنافقين والغدارين والمخادعين. الأسد وميزاته الإيجابية سريع التعلم شديد التكيف صلب عنيد يكره الفشل طبعاً يكره الفشل يعني أنا لازم أقولها هيك بالفم الملآن صحيح. لأنه هي أكتر شغلة بتعمل له هستيريا وهي أكتر شغلة لازم الأطفال من برج الأسد دائماً نفشوا دائماً يعني عطيه تشجيع عزز الثقة كل ما عطيته تشجيع كل ما هو بيبدع أكتر كل ما نقدته أكتر ناقصه نفش مولود. لا نحن عم نحكي بس هو طفل بعدين بعدين نحن عم نحكي أيام الدراسة بس هو طفل أوكي. محارب بتأمين مستقبله على كله مخلص بالحب على فكرة مخلص إخلاص تام عموما محب للاستقلال عصامي يحب أن يعتمد على نفسه صريح لا يحب المراوغة أو الخداع محب للسفر للتغيير للتعارف الاجتماعي. طبعا إذا بدنا نحكي عن صفاته السلبية أكيد عنده أناني أحياناً أنا من عندي بقلكم بغالب الأحيان أنا هون كاتبت أحياناً يعني من باب اللطافة وإلا هو أناني في أغلب الأحيان انفعالي عصبي يظن دائماً أنه على صواب متسلط محب لإصدار الأوامر ما كتير بيعرف السرية أي السر لا تحطوه عند حدا من مواليد برج الأسد أبداً عنيد أكثر مما يجب لا يجيد الاعتذار أو التراجع حتى عن الخطأ متملك غيور هذا بس لألي يعني لألي هدول الأشياء لألي أي أشياء هو بده إياها يكره النقد بحيث لا يعطيك فرصة لإصلاح الأخطاء. طبعاً شخص الأسد ومهنته اللي بيحبها مهنته القيادة
يعني القيادة شو من كان أي شيء هو يقوده ما عنده مشكلة أبداً، ابتداءً من قيادته لمنزله وانتهاءً بقيادته لعمله لمؤسسته. طبعاً يتمنى لو عنده مؤسسة خاصة هو أفضل له. يصلح كمان للأعمال العسكرية، يصلح كمان للفن. أغلب مواليد برج الأسد لهم علاقة بالفن لأنه بيحبوا الكاميرا، فمطرب، ممثل، يا ريت الله يسمع منك. إيه يعني ما عنده مشكلة بنحب الطريق السهل نحن ابتداء من الإنتاج وانتهاء بالإدارة. محبين للكاميرا والدراما، قليلاً ما يصلح للتجارة لأنه التجارة بدها حرص وحدة كريم وما عنده مشكلة، وفاقد للتركيز شوي بعمله. يعني قصدي مثلاً إذا بدي بيع لنفرض إكسسوارات، فثلاث أرباع الإكسسوارات تنسرق هو بدون ما ينتبه، ما عنده مشاكل. يا سلام. الأسد والبيت اللي بيحبه، ألم تسمعي بعرين الأسد؟ وهذا هو بيته عموماً، يعني من الأشخاص اللي بيته مصدر قوته وأمانه، بيحب يحط فيها هاي الأحمال لحتى يطلع لأنهار جديد. طبعاً الأكيد أنه يحب المنازل الكبيرة ذات المساحة الكبيرة، شرفات عريضة، ما في شيء يقيده، يطل يعني على مساحة. إيه طبعاً الأسد هيك، يعني ما حدا يقيده حتى يطل على مساحة، مو يكون بيت مقابل بيت مثلاً مثل هالبيوت اللي هلأ صرنا عم نسكن فيها. بالنتيجة يعني قصدي أنه إذا كان بيطل على المدينة فهو الأسعد. طبعاً قطع الأساس ضخمة، يعني هاي ما راح يحب الأسد أبداً. شي خرج ملوك يعني، شي فخامة. فرافع عليك، يعني لازم يكون كتير كبير على كلين. طبعاً ميال للأساس التقليدي على كل الأحوال والضخم، يعني هاي القطع الأثرية، هذا الشك والحفر والكذا أكتر. يعني إذا بيقدر يكون مالياً يقعد يشتري هدول بفضلها عن الأمريكي مثلاً، أو الشغلات قصدي السامبل العادية. تمام. بحب النحاسيات طبعاً كمان. نجلة عم بتخيل أنت وعم تحكي إنه شو هن الأبراج يلي عن جد بتوافقوا معه، يعني هو مثلاً على كتره صفاته مخيفة. أسد وحمق، يعني أسد مع أسد؟ برج الأسد يتوافق مع القوس، مع القوس ومع الحمل. قلتي مرحين وشاطرين ولهالي بجوزاء يعني؟ حبيبتي والجوزاء والأسد الأفضل، الميزان والأسد الأفضل. تاخد يعني حكي على لا لا طبعاً 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 طبعاً. شي بيحبه، الأكل اللي بيحبه لازم يأكل شي بيحبه. عم يسألونا بالكنترول مع مين ما بتوافق؟ رح يموتوا بدون يعرف مع مين ما بتوافق من الأبراج. لا يتوافق مع الحوت، رغم أنه أنا دائماً بلاقيهم كبل، بس الحوت يغرم بالأسد، أسد يغرم بالحوت، لا يتوافق إطلاقاً. لا يتوافق مع العقرب، مع أنه كمان كبل أنا كتير بلاقيه بالحياة العادية. هو برج الأسد وبرج العقرب يتوافقان كصداقة، فأنا بيخربطوا بيتجوزوا يا حرام. يعني برج الأسد برج السرطان، كل شيء ناري لا يتوافق مع المائي. يعني المي بتطفي له ناره، فبتحسي يزبل برج الأسد يزبل. كأصدقاء حلوين ولكن مو على أسد. لا يتوافق مع الثور مثلا، يعني الثور عنده نفس صفات برج الأسد إذا تذكرته، بس بصمت. الأسد بعجقة وقر هيك فشخرة أكثر. هلأ الطعام الذي يحبه مولود برج الأسد، بيأكل للمتعة والتزوق وليس للأكل بس. يعني الجوزاء شو ما طعمتي بيأكل ما عنده مشاكل، سندويشة مندويشة لفتي له، يعني بمرقة. الأسد لا 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 أبداً أبداً أبداً، لازم يكون مثل العادة طعام رسمي محطوط قدامه. طبعاً يعني صحن مليء كذا، يعني هنن بيتغزلنوا بالأكل. الأسد يتغزلن جدياً عم بحكي. يا الله السمكة فوق، الكذب فوق، يعني عرفتي؟ يعني له علاقة بالغزل تبع الطعام. طبعاً وأغلب مواليد برج الأسد على الكبر بيسمنوا نتيجة محبتهم للطعام. بحب اللحم طبعاً، وهي الوجبة الأساسية بالنسبة له. يعني شوفوا الزوج الأسد وقت بيحكي لكم عن طبخ مرته مثلاً، هيك برواق يعني بغزل، مو عم قلي. بحب الأكل مع الجماعة، قليل ليأكل لحاله، أصلاً إذا عاد لحاله ما بيقعد بيأكل. وبيحب يطعمي روح قلبه برج الأسد، يسكب لك يطعميكي بإيده مثلاً، ما بينبسط على هاي القصة. تجوزوا من برج الأسد، فتجوزوا من برج الأسد نصيحة. يعني بينبسط إذا الناس حواليه كمان عم تأكل مو بس هو. السيارات اللي بيحبها بالأكيد يعني الفخامة، فخامة من الآخر. كل ما هو ملفت للنظر
يعني انه لازم يدر لك راسك وانت عم تشوف له سيارته شو من كانت. طبعا على كلين كبيره ضخمه رياضيه وفيره. طبعا انا بقول هدول السيارات الضخمه اللي اخترعوهم اكيد حدا من مواليد هدول الرباعيات الدفع القويه العاليه. هاي السيارة العالية هو حلمه سيارة دفع رباعي لأنه لازم يحس حاله هيك أعلى من الناس، هيك عم بيشوف الناس من العالي. يا الله نجلة عن جد السيارات الجبلية هيك الأسد كلهم هيك. ما بينفد له شي حدا متواضع؟ لا بينفد له بكون فلس اوكي بكون معه مصاري بيشرب بكون بس لو لو معه حيكون هدي ما حيقصر. برجو الصيني ممكن هو انه يخليه يخفف من هاي الجبروت اذا فينا نسميها اللي عنده. هلا بيطلع ألطف بس هاي الصفات اللي عم نحكيها لا ما بتأثر. هاي استنبه يعني لازم يكون يحس انه فيها خشب فيها معدن جوات السياره. هاي القطع الخشبه لبرج الاسد خلقت عموما اذا ذهبيه بقى سياره ذهبيه بقى بتكون الافضل او الالوان فاتحه يعني بحب السيارات الذهبيه. طبعا اكيد الاسود يعني فخامه اكثر. الاسد والرياضه اللي بحبها حريص على شكله دائما. طبعا هو يؤمن انه انا لازم اكون نحيف. برج الاسد نحن بنقول بيسمن بس هو بيلحق حاله بيرجع بيعمل رياضات وكذا ما له تبع يهمل حاله كثير. على كل الاحوال راح يحب المشي الاجهزه يعني الرياضه الاكابريه مش عارف بس لا كثير تعب حالك يعني قالت رح تسمن على رياضه المشي بالجيم كذا اما انه تلاقوه بالرياضات تبعت الشندله ما له علاقة بهي القصة. هي مصطلح نازلين مصطلحات من أول حلقة بس شندلة أختي ما بحبها. شندلة يعني بقى شندلة. وين بحلب بتقولي معجوقة هو بده شيء أكابر يعني هيك منشفة قصدي ينشف فيها وكاسة مي يقدر يشربها شيء من هذا القبيل. سلم إيديك يا نجلة شكرا كثير على كل المعلومات. يسعد صباحك. شكرا لك نجلة.